عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد أو كينج أوف جيمز طبعاً كالمعتاد. وش كنت بقول إيه بمناسبة الاختبارات وزي كذا اللي بعضكم كان عنده ضغط وزي كذا في الأسابيع هذه خاصة، فأنا الحمد لله طبعاً أنا ما علي شيء لا اختبارات ولا شيء، فهذا شيء ما قلتكم عنه من بداية إني يعني، فأنا كنت أنزل أحياناً فيديوهات وزي كذا في أيام اختبارات، فما ذكرت أصلاً اختبارات خير شر أبداً. فأوكي شباب، الحين في هذا الفيديو حبيت أذكر الاختبارات وزي كذا. طبعاً يعطيهم ألف عافية لكل اللي اجتهدوا في اختباراتهم وذاكروا وسهروا وتعبوا وزي كذا، فيعني أنت حاول تبذل جهد والله صراحة، لأن في النهاية راح يعني أنت تندم إذا يعني ما ذكرت وزي كذا، فراح تندم وزي كذا. فعموماً أنا ما جاي هنا أحطمك وشي زي كذا، عموماً أنا جاي هنا أقول لك إنه مبروك عليك يا شيخ الإجازة. أوكي طبعا انت الحين تسمع كل شيء عادي يعني، وش وفي ألف شخص سوى مثلي زي هذا الشيء. فعموما بالنسبة للاختبارات حاب ان شاء الله اقول لك ان الله يوفقك ان شاء الله في اختباراتك وزي كذا. طبعا كان بنت او كان ولد سواء كل العالم يعني الله يوفقكم ان شاء الله يا رب جميعا، وان شاء الله ان تكون اختبارات سهله جدا عليكم وخفيفه، وان ما يكون يعني نفسيات وزي كذا ايام اختبارات كنتم منفسين وزي كذا، فان شاء الله انكم ما تكونوا منفسين وزي كذا. فانا اكره النفسين لو اشخاص اللي يكونوا منفسين بشكل عام. فا اوكي عموما شباب، الحين زي ما شايفين كود او ما ادري انتم بعضكم مسميه كود، بعضكم مسميه كول اوف ديوتي، انا احب اسميه على اسم الطبيعي كول اوف ديوتي ادفانس وورفر. طبعا ادفانس وورفر الاخير اللي نزل. فا اوكي شباب، الحين هذا الفيديو طبعا سويته كذا بس فيديو كذا على السريع، راح اطقطق كذا شويات على كول اوف ديوتي الجديد او كود سمي اللي تبيه. فانا يعني ما امنعك او اقول لك لا تسمي لوزسج او شيء زي كذا، ما ادري سمي اللي تبيه، فانا ما اجبرك يعني انك بالغصب تسميه كول اوف ديوتي. اوكي اسف طبعا على الهرجه الطويله اللي الفيديو كله من اول ما بديت سوالف قرقر كثير. فاوكي شباب، هذا مونتاج بس كذا، هو مو مونتاج بس يعني عبارة عن كذا يعني نسبة ان كذا اجازة جات وزي كذا. فا اوكي اجازة شباب، وين انتم تبون تروحون زي كذا؟ شوفوا يعني رغم اني انا ما ادرس الحمد لله تخرجت وزي كذا، فانا صحيح اني عاطل باختصار اختصر لك يا ما قصد عاطل ما اشتغل بشيء زي كذا. فحبيت اقول لك اقصد اني انا يعني عاطل زي كذا ما اشتغل زي كذا واهتم يعني بالاجازات وزي كذا. في بعضكم لا، بعضكم بعض ناس يكون عاطل ما يعني ما يكون يسوي حاجة او شيء ولا هم اصلا في الاجازه، يعني ما يفكر لا في خميس ولا في جمعه ولا في سبت ولا في حتى اجازه ايش، والله حتى ممكن تلقى ما يدري هو اليوم وشو حتى، او ما يدري وين الله حاطه حتى. اوكي شباب، اوكي خليكم مع الفيديو كذا سريع اوكي يلا نبدا. انا اوكي شباب، قبل ما نبدا بالفيديو حبيت اقول لكم ان هذا الفيديو بس كذا يعني سويته عن كود وزي كذا، يعني نسترجع الذكريات وزي كذا. بالنسبه عني انا شخصيا انا ختمت اللعبه كول اوف ديوتي، ختمتها من زمان تقريبا من شهر وشوي يمكن ختمتها، ختمتها من شهر وشوي. فالحين بس كذا يعني حبيت اسوي كذا نسترجع الذكريات او الاشياء اللي صارت لي باللعب نفسه. فاوكي شباب، الله اكبر يعني الحين ما في احسن من كيفن سبيس الحين يعني خلاص نشوفوه. طيب what kind of attack? Power plants all over the world. They wanted me to compromise near someone. No. We have to tell. يا بنتي صلي على النبي، وش انت قاعدين يا بنتي وش قاعد تسوين انت؟ سمعت hold on سلامات، وش اللي hold on اي سلامات وحش هذا اقسم بالله مو بآدمي ذا، اقسم بالله في اشياء صراحة في كول اوف ديوتي الاخير اوف خلاص. انا عن نفسي ما اسميه كول اوف ديوتي، صحيح انه رائع وتميز بجرافيكس جدا رائع وخرافي، بس هي سلامات كل هذا في 2025 يعني بيصير كذا؟ وش يعني الخيال هذا اللي قاعد يصير حاليا؟
خيال يعني مرة مرة خيال ما يدخل بالعقل يعني بزيادة عن اللزوم، ف يعني شوي احترمونا خفوا علينا شوي. فا اوكي شباب وش الحين نمشي وراها؟ ايوه طيب، وها نحن نسبح، وها نحن نسبح، وها نحن نسبح. اوكي وش هذا؟ وش اللي قاعد يصير؟ يلعن ام النكبه يا شيخ بنغرق الحين. تحت ولا فوق ولا؟ بسم بالله شيء بسم بالله شيء يخليك تتنرفز احيانا كذا يعني. كود ما يحاولون يطورون، مش زي بيتل فيل صراحه اوف خرافيه. انا ما قاعد اقارن بين ذي وذي، الاثنين حلوين بس بالنسبه لهذا الجزء الاخير استفزني صراحه، رغم الخيال بشكل عام. فاللي يبي يعرف يقرا لي معلومات عني، ما راح يعرف وش اللي قاعد يصير حاليا، او اذا انت اول مره تشوفني بهالفيديو اقرا وراح تعرف معلومات عني وش اللي راح يصير. طبعا حط لك اياها بالقناه اللي ما يعرف. كم قناة هذه تلاقونها بقناة اي شخص تلاقيه معلومات عنه وزي كذا بالقناة وزي كذا. فا اوكي الحين نمشي ورا الفتاة. شوف سلامات. وين سلامات؟ هذا مو بصوت بنت ذا، هذا صوت ديناصور اقسم بالله. لا اله الا الله. وش ذا؟ لا حول ولا قوة. قتلناه. وش شاي؟ قهوة شاي. شلون ذي ما تجي قهوة شاي؟ كيف ابي اعرف انا قهوة شاي وش اللي سلامات. اوكي وش خلاص وش هاجمين فيني؟ بتاكلوني اقسم بالله، حسيت نفسي اني اسد. هاجمين علي سلامات. وش قاعدين تسوون انتوا؟ ويخش وسطهم كذا حقهم كود كذا، بس خش كذا في وسطه خلاص ما يحتاج انك تسوي شيء. فا اوكي وش ذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خاشين كذا فيني الناس. اي صلوا على النبي يا شباب. وش ذا؟ سوف اقتلكم واحدا واحدا، سوف اقتلكم ايها يا اخي. وش هذا اقسم بالله شيء. اوكي شباب هذا كان كل شيء. لايك سبسكرايب. كان معكم اخوكم محمد او كينج اوف جيمز. في امان الله. اعرف ان الفيديو قصير ومو بمفهوم ذاك الشيء، فا اوكي كل اللي عليك تسويه الله يحفظك، الله يخليك لاهلك، والله يخليك لكل شيء، والله يسعدك في حياتك. سو سبسكرايب بس، هذا اهم شيء عشان تتابع اي شيء جديد طبعا ينزل على القناه. فا اوكي كينج اوف جيمز او محمد سلام. عارف ممكن تقول سامج.